It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مستر محمود عبد الله، وان شاء الله في الفيديو ده هنشرح زمن البريزنت بيرفكت كونتينيوس اللي هو المضارع التام المستمر. اساسك فهم الزمن ده لازم تكون فاهم كويس جدا زمن البريزنت بيرفكت سمبل اللي هو المضارع التام البسيط. فان شاء الله انا هعمل مقارنه ما بين البريزنت بيرفكت كونتينيوس وما بين البريزنت بيرفكت سمبل وانا بشرح. طيب لو انت مش فاهم زمن البريزنت بيرفكت سمبل بشكل كويس جدا، ارجع للفيديوهات اللي انا شرحت فيها لزمن البريزنت بيرفكت سمبل بالتفصيل وافهمها كويس جدا علشان تقدر تستوعب الزمن ده بكل سهوله. فاهم كويس جدا زمن البريزنت بيرفكت سمبل، هتفهم ان شاء الله البريزنت بيرفكت كونتينيوس بكل سهوله وبدون اي معاناه. يلا بينا. بسم الله. اول حاجه عندنا هنا الفورم بتاع الزمن ده، وانت طالب شاطر وعارف ان الفورم هو شكل الفيرب وتصريفه في الزمن، وان الفورم ده بيختلف من زمن لاخر، وان اساسي علشان اقدر اعبر عن اكشن عملته بزمن ما لازم اكون عارف الفورم بتاع الزمن ده. طيب احنا ممكن بالفهم كده نطلع الفورم بتاع زمن البريزنت بيرفكت كونتينيوس، بس اساسه ايه؟ ان انا اكون عارف الفورم بتاع زمن البريزنت بيرفكت سمبل اللي هو المضارع التام البسيط. طب نحاول مع بعض كده. الفورم بتاع زمن البريزنت بيرفكت سمبل هو has plus PP اللي هو الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث للفعل. ده الفورم بتاع المضارع التام البسيط اللي هو البريزنت بيرفكت سمبل. طيب الزمن هنا اسمه بريزنت بيرفكت كونتينيوس. طب اقول لك على حاجه، اي زمن كونتينيوس، اي زمن هتقابله كونتينيوس لازم بيكون فيه بي، ولازم بعد بي ده ها بلس فيرب اي ان جي. ده الاساس بتاعي. متصرفه بقى بي دي، متصرفه يعني في البريزنت كونتينيوس بتبقى ام واز وار بيجي بعدها فيرب اي ان جي، باست كونتينيوس بتبقى ووز وير بيجي بعدها اي ان جي. طيب انت دلوقتي بتقول لي بريزنت بيرفكت كونتينيوس، تمام. طيب البريزنت بيرفكت احنا قلنا هاف هاز بلس التصريف الثالث، صح؟ طب ما احنا دلوقتي عايزين الزمن ده كونتينيوس، فهنصرف ايه بقى علشان نجيب بعدها اي ان جي؟ هنصرف بي مع الهاف والهاز هتبقى بن، ويجي بعدها فيرب اي ان جي. يبقى الفورم بتاع الزمن ده اهو موجود قدامك اهو، البريزنت بيرفكت هاف وهاز كونتينيوس مع الهاف والهاز تصريف ثالث هتبقى بن اي ان جي بعدها، بس يبقى هاف وهاز بن فيرب اي ان جي. طيب عندنا هنا statements positive negative، جملة مثبتة جملة منفية. عندنا طبعا yes no question، سؤال هل بالhelping verb الفعل المساعد بتاع الزمن ده واللي انت المفروض تكون عارفه كويس جدا وحافظه صم اللي هو الهاف والهاز. وعندنا الدبليو اتش questions طبعا بنسأل ب question word بعدها الhelping verb. طب يلا نشوف كده ال statements. جمل عارف طبعا positive مثبتة، نيجاتيف منفيا، لازم. طب ستيتمنت معناها هنبدا بايه؟ سبجكت فاعل اسم او ضمير. اي جمله مثبته منفيه تمام لازم تبدا بالسبجكت واخرها دوت، لازم الاساس ده انت عارفه. طيب انت عارف ان اي وي يو زي وحافظ طبعا وقابلتك قبل كده، وده الاساس اصلا مش المفروض ان انا اقوله، بس اي وي يو زي والجمع بيجي هاف هي وشي وات، والمفرد بيجي هاز. جمله مثبته بنجيب الهاف والهاز بدون نوت. طب منفيه النفي اهو بنجيب نوت واختصارها ان ابوستروف تي. طيب بعد الهاف والهاز مثبته او هافنت هازنت بنجيب طبعا بن، وبعد كده الفيرب اي ان جي تمام. collecting making toys them since
و4 لازم في زمن البريزنت بيرفكت كونتينيوس، لان هنا انت بتستخدم زمن البريزنت بيرفكت كونتينيوس، وانا لما هاجي هذكر الاستخدامات ان شاء الله هقول لك ان الزمن ده بيربط الماضي بالحاضر ومكمل معانا كمان في المستقبل، وبيركز على استمراريه الاكشن من الماضي حتى الوقت الحاضر، تمام؟ في ربط واستمراريه. فربط واستمراريه لازم بتجيب لي السنس والفور. انت عارف في البريزنت بيرفكت لما خدنا في زمن المضارع التام ان السنس بيجي بعدها نقطه زمنيه طوبه، بسميها طوبه، زي السنه هنا 1992. فور بيجي بعدها فتره زمنيه، فور لونج تايم فور شورت تايم. طب اليس نو كويستشن اللي هو سؤال هل، يس نو كويستشن، تبقى عارف ان اي سؤال هل ودبليو اتش كويستشن لازم بيكون فيه الهيلبنج فيرب بتاع الزمن ده، الفعل المساعد اللي بنستخدمه في الزمن ده، وتكون عارف ان الهيلبنج فيرب بتاع البريزنت بيرفكت والبريزنت بيرفكت كونتينيوس الهاف والهاز، تمام؟ يبقى الهيلبنج فيرب بتاعك هنا الهاف والهاز. طيب ده اللي احنا هنستخدمه في الاسئله اللي هو اليس نو كويستشن والدبليو اتش كويستشن. طيب عندك هنا الفورم بتاع طريقه تكوين سؤال هل في زمن البريزنت بيرفكت كونتينيوس، هاف وهاز رقم واحد، بعد كده السبجكت، اثنين ترتيب. اي يس نو كويستشن في اي زمن لازم بتبدا بالهيلبنج فيرب بتاع الزمن ده، بعده السبجكت، بعده الفيرب بقى متصرف. طب انت عندك بقيه الفورم بتاع زمن البريزنت بيرفكت كونتينيوس، لازم طبعا بين وبعد كده فيرب اي ان جي وبيت الجملة بتاعتك وكويستشن مارك في الآخر. Have you been collecting toys since كذا؟ Has he been making them for a long time؟ الشورت انسرز إجابة مختصرة بتجاوب باليس والسبجكت، have وhas no، والسبجكت haven't hasn't. WH question أسئلة بكلمة استفهام what when where how long، بتسأل الأول بال WH word كلمة الاستفهام، بعد كده الهيلبنج فيرب بتاعك اللي هو الهاف والهاز هنا، بعد كده السبجكت الفاعل بتاعك اي وي وزي هي وشو ات، بعد كده بين فيرب اي ان جي كولكتنج ميكنج وبقيه الجمله بتاعتك، وما تنساش تختم بالكويستشن مارك. ده دلوقتي بالنسبه للفورم الخاص بزمن البريزنت بيرفكت كونتينيوس، statements positive negative yes no questions wh questions. يلا بينا على اللي بعده. يلا بينا على الاستخدامات الخاصة بالزمن ده مع الأمثلة، والاستخدامات الخاصة بالزمن ده بسيطة جدا مش معقدة ومش كتيرة زي زمن الـ present perfect symbol. وأول استخدام هنا بيقول لك use the present perfect progressive to talk about things that started in the past and continue up to the present. The situation is usually not finished and it will probably continue into the future. إيه الكلام ده مستر؟ بنستخدم زمن المضارع التام المستمر علشان نتكلم عن اشياء بدات في الماضي وكملت معانا حتى الوقت الحاضر، من الماضي حتى الوقت الحاضر، والاشياء دي الاكشنز ده ها تمام بتكون عاده لسه ما انتهتش واحتمال تكمل معانا في المستقبل. طيب هو في وجه تشابه في الاستخدام ده مع زمن البريزنت بيرفكت سيمبل اللي هو المضارع التام البسيط، ان برضو مع فور وسنس المضارع التام بيعبر عن حاجه اكشن بدا في الماضي استمر حتى الوقت الحاضر، موجود معانا حتى الوقت الحاضر، كمل معانا حتى الوقت الحاضر، ممكن يكمل معانا في المستقبل. طب ايه الفرق؟ الفرق بسيط جدا، ان البريزنت بيرفكت كونتينيوس بيركز على استمراريه الاكشن ده، البريزنت بيرفكت سيمبل البريزنت بيرفكت كونتينيوس اللي هو المضارع التام ايه المستمر بيركز على الاستمراريه الخاصه بالاكشن ده من الماضي حتى الوقت الحاضر. طب البريزنت بيرفكت سيمبل اللي هو المضارع التام البسيط بيركز على انتهاء اللي هو الاكشن مش الاستمراريه، وهنذكرها بعد كده في امثله في المقارنه بين الزمانين دول ان شاء الله كمان شويه. طيب فبيقول لك هنا مثال اهو هاف بين كولكتنج، وادالك على الشرط هنا ده ها ان الاكشن بدا في الماضي واستمر حتى الوقت الحاضر، واللي هي الدوتس ده ان هو مكمل معانا او ممكن يكمل معانا في المستقبل مع ايه فور سنس، تمام؟ طيب المثال هنا بيقول لك I have been collecting beanie babies for 4 years. دي تويز او توي فيجرز،
بيجمعها بقاله ايه 4 سنين. معناها هنا لما يقول لك هنا I've been collecting beanie barbs for 4 years معناها ان هو started collecting them 4 years ago، بدا ان هو يجمع فيهم من 4 سنين، and I'm still collecting them، ولسه لحد وقتنا هذا مستمر في جمعهم. طيب بيقول لك هنا remember، تذكر، خلي بالك، non-action verbs اللي هي قلنا اسمها state verbs are usually not used in the progressive، عادة لا تستخدم في المستمر، زي الفيرب own بمعنى يمتلك، ملكية. فلما تيجي تقول لي تستخدمه، لو انت عايز تربط الملكية من الماضي حتى الوقت الحاضر وممكن المستقبل، تستخدمه بدل state verb في السيمبل مش الكونتينيوس، والسيمبل في الربط الماضي حتى الوقت الحاضر اللي هو البريزنت بيرفكت ايه سيمبل. فتقول لي I have owned this doll for years، انا بمتلك الدول دي اللي هي الدميه ديت بقالي سنين لسنوات، ما تقوليش I have been owning this doll for years، غلط، لان الستيت فيرب اللي هو own نون اكشن فيرب ما يجيش في الكونتينيوس كملكيه. طيب الاستخدام رقم 2 بيقول لك هنا use the present perfect progressive to describe things that have stopped very recently، هنستخدم الزمن ده علشان نصف اشياء لسه منتهيه من ما فيش، انتهت في الماضي، بس يعني في الماضي الايه القريب جدا اللي هو من ساعه من 10 دقائق كده. The action is not happening right now. الاكشن ده خلاص ما احنا قلنا انتهى، فهو الوقت ما بيحصلش دلوقتي. But you can still see the results of the action. بس انت لحد وقتنا هذا، لحد الوقت اللي انت استخدمت فيه زمن present perfect continuous، شايف الاكشن، شايف النتيجه بتاعت الاكشن ده. طيب ما احنا برضو كنا ذكرنا قبل كده في زمن البريزنت بيرفكت سيمبل ان البريزنت بيرفكت سيمبل بيعبر او بيتكلم عن اكشنز لسه منتهيه في الباست، وقت غير محدد، والاثر بتاعها موجود في الايه في الوقت الحالي. طب ايه الفرق؟ الفرق ان البريزنت بيرفكت سيمبل المضارع التام البسيط بيركز على انتهاء الاكشن، والبريزنت بيرفكت بروجريسيف اللي هو المضارع التام المستمر بيركز على استمراريه الاكشن. ده بيركز اللي هو المضارع التام البسيط بيركز على النتيجه، الاثر، انتهاء حدوث الاكشن. البريزنت بيرفكت بروجريسيف بيركز على استمراريه حدوث الاكشن، والاثنين في اثر في الوقت الحاضر. تمام. طيب بيقول لك هنا الاكزامبلز، ذا كيدز هاف بين بلاينج هير، ذير تويز ار اول اوفر ذا روم، الاطفال كانوا بيلعبوا هنا بس هم ما عادوش بيلعبوا، مش موجودين دلوقتي. الالعاب بتاعتهم their toys are all over the room، منتشره، موجوده في كل مكان في الغرفه. طيب استخدمنا زمن present perfect continuous هنا لاكشن استمر في الباست وانتهى، لسه منتهي من وقت بسيط جدا، والاثر بتاعه موجود. بس استخدمنا زمن present perfect continuous هنا علشان اللعب بتاع الاطفال ده، لعبهم في الغرفه ديت، استمر لفتره في الماضي وانتهى واثره موجود، بس الاكشن كان مستمر في الماضي. It has been raining, the streets are still wet. طيب معناها ايه هنا؟ انت استخدمت هنا ال present perfect continuous اللي هو المضارع التام المستمر، ان الدنيا كانت بتشتي بس خلاص بطلت شتاء، الشتاء في الماضي، والشتاء ده استمر لفترة في الماضي وانتهى في الماضي من فترة بسيطة، بس الأثر بتاعه موجود دلوقتي إن الشوارع كلها مبتلة. تمام. بس الأكشن إيه؟ ها، استمر لفترة في الماضي. يبقى أنت عايز تتكلم عن حاجة بدأت في الماضي، تمام، استمرت شوية في الماضي، انتهت في الماضي، اثرها موجود في الوقت الحاضر، استخدم زمن البريزنت بيرفكت كونتينيوس، بس تركيزك يكون على استمراريه الاكشن ده لفتره في الماضي. تمام. يلا بينا على اللي بعده. الموجود دلوقتي قدامنا هو شرح
للاستخدامين اللي انا ذكرتهم قبل كده بس بشكل مختلف واضافات بسيطه توضح الدنيا اكتر مع امثله تانية. فبيقول لك هنا the present perfect continuous is used to put emphasis on the duration of an action which started in the past and continues up to the present. بنستخدم الزمن ده علشان نحط التركيز، نركز والسبوت لايت على الفتره بتاعت الاكشن ده، فتره استمراريه الاكشن ده من الماضي حتى الوقت الحاضر، فتره حدوث الاكشن ده. يبقى التركيز على وقت الاكشن استمراريته، تمام؟ طبعا من الماضي حتى الوقت الحاضر. Especially with time expressions such as for since, all morning, all day, all week, etc. طبعا بالاخص مع for since واضافه ثانيه اللي هي all morning, day, week، يعني طوال اليوم، طوال الصباح، طوال الاسبوع الى اخره. فبيقول لك هنا Sarah has been picking vegetables for 2 hours. بقى لها ساعتين، والتركيز هنا على فترة الساعتين، الفترة اللي بدأت فيها الأكشن من الماضي حتى وقتنا هذا اللي هي الساعتين، بتعمل إيه؟ بتجني الخضروات، تمام؟ بتقطف الخضار من إيه؟ الحقل. She started picking vegetables 2 hours ago، معناها إن هي بدأت في قطف وجني الخضار من ساعتين. And she is still picking them now، ولحد دلوقتي مستمرة في الأكشن ده، في قطف وجني الإيه؟ الخضار. يبقى هنا لما تستخدم زمن present perfect continuous، تركيز على الفترة، الديوريشن اللي هي الساعتين، بقى لها ساعتين قاعدة بتجني الخضار. والديوريشن دي من الماضي حتى الوقت الحاضر، وما وقفتش، لأ مكملة حتى الوقت الحاضر، وممكن تستمر كمان شوية في المستقبل، تمام؟ يبقى ده اللي هو ايه؟ الـ present perfect continuous. واستخدم طبعا هنا for 2 hours، ممكن تقول لي since 2 o'clock، all morning all day، نفس الاستخدام لـ for بس مع all morning all day او since وايه؟ ونقطة زمنية، تمام؟ يبقى الاستخدام ده بسيط جدا، التركيز على فترة حدوث الأكشن بشرط إن الأكشن ده يكون بدأ في الماضي، مستمر معانا أهو حتى الوقت الحاضر، وإيه مكمل شوية في المستقبل مع فور وسنس أول، وإيه التايم إكسبريشنز اللي اتذكرت دي. يلا بينا على اللي بعده. اللي فات ده كان شرح الاستخدام الأول اللي ذكرته في أول شرح للاستخدامات بشكل تاني، واللي قدامنا ده شرح للاستخدام التاني برضه بشكل آخر. فبيقول لك هنا The present perfect continuous is also used for an action which started and finished in the past and lasted for some time. The result of the action is visible in the present. بيتكلم هنا على ان زمن المضارع التام المستمر بنستخدمه للتعبير والتحدث عن اكشن بدا وانتهى في الماضي. الاكشن بدا وانتهى في الماضي، بس اضاف لك هنا ايه؟ lasted for some time، ان الاكشن اللي بدا وانتهى في الماضي ده استمر لبعض الوقت. يبقى هنا الزمن ده بنستخدمه للتعبير عن حدث بدأ وانتهى في الماضي، بس الحدث ده استمر لفترة ايه؟ معينة. The result of the action is visible in the present، والنتيجة الاكشن ده مرئية واحنا شايفينها بعينينا في الوقت الحاضر. الفرق ما بيننا، قلنا ما بين الاستخدام ده والpresent perfect simple، ان هنا في استمرارية للاكشن في الماضي. He is dirty. He has been playing football. هدومه متسخه قدامنا في الصوره اهو، كان بيلعب كره قدم. معناها ايه؟ هو خلاص ما عادش بيلعب، بس الاكشن بتاعه اللي انتهى في الماضي وجه باثر الوقت في الوقت الحاضر اللي هو الهدوم بتاعته المتسخه ديت، الاكشن ده استمر في فتره في الماضي. طيب فبقول لك هنا الشرح اهو، he's no longer playing football، ما عادش خلاص بيلعب كره قدم، but the fact that his clothes are dirty is visible now. استخدمنا الزمن ده لان ملابسه متسخه واحنا شايفينها دلوقتي قدامنا، دلوقتي شايفينها بعينينا دلوقتي في الوقت الحاضر، تمام؟ فهنا الاكشن بدا في الماضي، استمر لفتره في الماضي، انتهى في الماضي، اثره موجود في الوقت الحاضر، بس التركيز بيكون على ايه؟ الاستمراريه. نوت ملحوظه بقى هنا، with the verbs اللي هي feel have a particular
ايموشن شعور ليف ورك تيتش. نقدر نستخدم البريزنت بيرفكت سيمبل المضارع التام البسيط اند بريزنت بيرفكت كونتينوس المضارع التام المستمر. يبقى احفظ الفيربز دي اللي هو فيل ليف ستادي تيتش ورك. نقدر نستخدمها في الزمانين بنفس المعنى. يعني قلت لي I have worked in this school for 2 years، هي I have been working in this school for 2 years. طيب الاكزامبل هنا قال لك he has felt has been feeling unwell all morning. ده احنا استخدمنا all اهي كلمه من الكلمات اللي بنستخدمها في present perfect continuous مع present perfect. استخدمنا all morning مع present perfect اللي هو المضارع التام البسيط عادي، لان احنا قلنا الفيربس دي بنستخدمها في الزمانين بنفس المعنى، مفيش اي اختلاف. فتقدر تستخدمها اللي هي feel work study teach live، تستخدمها في المضارع التام والمضارع البسيط مع الكلمات الداله على المضارع التام المستمر او الكلمات الداله على زمن المضارع التام البسيط. تمام، فاستخدمنا هنا present perfect simple والpresent perfect continuous مع all morning. تمام، لان الفيرب feel وقلنا بنستخدمه في الزمانين بدون اي وجه اختلاف، فنقدر نستخدمه مع الكلمات الداله على ايه؟ زمن present perfect continuous او present perfect simple بنفس المعنى. يلا بينا على اللي بعده. استخدام بسيط وسريع، والاستخدام ده هو الاستخدام رقم 3 لزمن present perfect continuous المضارع التام المستمر، وهو ان الزمن ده بنستخدمه للتعبير عن الانجر irritation annoyance غضب مضايقه انزعاج، بس مش اي غضب ولا انك تكون متضايق بطريقه بسيطه ولا منزعج حاجه خفيفه، لا انت مستشاط غضب، انت منزعج جدا، تمام، مخنوق من موقف، بس الموقف ده برضو مش اي موقف، لا الموقف ده اللي انت بتستخدمه علشان تعبر عن انزعاجك منه باستخدام زمن present perfect continuous، الموقف ده بدأ في الماضي ومستمر حتى الوقت الحاضر ومتكرر. يعني الموقف متكرر من الماضي حتى الوقت الحاضر، ما توقفش، وبدايته في الماضي وموجود معايا لحد دلوقتي، فأنا خلاص جبت آخري من إن الموقف ده ما بيتوقفش. تمام، وخدت بالي منه من الماضي ولحد وقت تحدثي وكلامي عنه وذكري الموقف ده، تمام، هو مستمر. فقال لك هنا مثال هنا اهو، هو هاز بين ريدنج ماي بزنس بيبرز. مين اللي بيقرا في ملفات الشغل بتاعتي، ملفات العمل الخاصه بيا؟ مين؟ وخلي بالك هنا ده كويستشن، استخدم هنا question word هو، ما تذكرش بدل انت بتسال عن الفاعل ما تذكرش السبجكت، وهو تتعامل معاملة المفرد، فذكر لك has وسال هنا باستخدام زمن present perfect continuous، لان الموقف ده بدا في الماضي موجود ومستمر حتى الوقت الحاضر وتكرر وخدت باله منه كتير، وانا انزعجت بقى وجبت اخري اللي هو اللي انا خدت بالي منه قبل كده مره واتنين ونفضت وما ذكرتش ولا كده، وهو برضه مستمر، فخلاص جبت اخري فذكرت الزمن ده. هو has been reading my business papers، مين اللي بيقرا في الملفات الخاصه بالشغل بتاعتي؟ the speaker here is irritated. وعلق هنا بقى واطلع باستخدام مشابه للاستخدام ده بس في زمن present continuous، المضارع مستمر مع always دائما or continually او constantly باستمرار. ان لما بتيجي تستخدم زمن مضارع مستمر وتقول لي مثلا he is always talking on the phone، هو دايما بيتحدث في التليفون، الموقف ده بيزعجك، كلامه في التليفون وتحدثه في التليفون دايما بيضايقك، حاجه خنيقه بتخنقك، تمام، بس ملهاش علاقه بايه؟ بالبوست، لا هو انت بتتكلم دلوقتي ان الاكشن ده اهو هو بيعمله على طول، تمام، بس مفيش كونكشن ما بين الباست حتى البريزنت. لو انت هتتكلم وفي كونكشن ما بين الباست والبريزنت ان الاكشن ده بدا في الماضي مستمر حتى الوقت الحاضر ومتكرر
وما وقفش وخلاص انا جبت اخري، خدت بالي مره واثنين وثلاثه وخلاص، تستخدم زمان بريزنت بيرفكت كونتينيوس. تمام، يبقى انت عندك ان البريزنت كونتينيوس برضو ريبيتنج انوينج بيهيفير بس مرتبط بايه؟ بالبريزنت. بريزنت بيرفكت كونتينيوس اكسبريس برضو انجر انوينس ريتيشن، تمام، بس في كونكشن ما بين الباست والبريزنت، في ربط في حدوث الاكشن ده من الماضي حتى الوقت الحاضر، استمراريه الاكشن ده من الماضي حتى الوقت الحاضر. تمام، يلا بينا على اللي بعده. اللي هيتم دلوقتي ان شاء الله هو توضيح الفرق ما بين زمن البريزنت بيرفكت سيمبل المضارع التام البسيط وزمن البريزنت بيرفكت كونتينيوس المضارع التام المستمر في الاستخدامات عن طريق الاكزامبلز. يعني هفهمك استخدامات الزمن ده واستخدامات الزمن ده بمقارنه ما بينهم عن طريق الايه؟ الامثله، تسهل لك الموضوع ايه بشكل اكبر. جايب لك هنا صوره فيل وبيتكلم بيقول لك ايه؟ That woman has no manners. الست اللي قدامي ديت ما عندهاش اي ذوق خالص، ما بتفهمش في الذوق. She's been following me all day. احنا قلنا ان all morning, all afternoon, all evening, all week, all month, all year, all day من الكلمات الدالة على زمن ال present perfect continuous المضارع التام المستمر. فاستخدم هنا has مع she been verb ing. ماشية ورايا طول اليوم. وخلي بالك irritating, annoying, behavior expressing your anger. الموقف الوقت اللي بيعبر عنه وبدأ في الماضي ان هو متضايق منها، الموقف بتاعها سلوكها معاه مزعج بيضايقه قوي. بستخدم زمن present perfect continuous للاستخدام الثالث الوقت اللي انا ايه ذكرته الخاص بالزمن ده اللي هو بيعبر عن ايه؟ express anger, annoyance, irritation. She's taken 100 rolls of film and written 42 pages. ده خدت لقطت كده الكاميرا ايام زمان كانت بتحط لها فيلم، لقطت 100 صوره، يعني لقطت ليا 100 صوره وكتبت 42 صفحه. ده استخدم منها زمن ايه؟ استخدم زمن present perfect simple المضارع التام البسيط. طيب المضارع التام البسيط بيركز على عدد مرات حدوث الاكشن ده في فترة لم تنتهي اللي هو الوقت ايه؟ all day. تمام؟ بس ما ينفعش تستخدم هنا زمن ال present perfect continuous اللي هو المضارع التام المستمر. ليه؟ لأن المضارع التام المستمر بيركز على فترة ومدة حدوث الأكشن مش عدد مرات حدوث الأكشن. فهنا عدد مرات حدوث الأكشن في فترة لم تنتهي معناها اللي هي ممكن تكمل كتابة في صفحات تانية، ممكن تاخد صور كمان. تمام؟ تستخدم زمن ال present perfect simple. اه قال لك هنا and written 42 pages of notes but she hasn't even given me a single peanut. ما ادتنيش بولايه واحده بس. اهو هو عايز برضو ما ذكرش هنا ال present perfect continuous اللي هو المضارع التام المستمر لان هو عايز اتمام الاكشن ده. انا عايز منك، عايزك تديني، فهي ما ادتنيش لحد دلوقتي وكان انا منتظر ان الاكشن ده يتم ان هي تديني الايه؟ البينت. فلغايه دلوقتي ما ادتنيش ايه؟ a single peanut، واحده بس. تمام؟ يلا بينا على اللي بعده. الصفحه دي مهمه جدا لانها تفهمك بشكل كبير امتى تستخدم زمن البريزنت بيرفكت سيمبل المضارع التام البسيط وامتى تستخدم زمن البريزنت بيرفكت كونتينيوس المضارع التام المستمر. فاحتاج من حضرتك تركز معايا جدا 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 في شرح للصفحه ديت لان هي دي تعتبر الخلاصه والخاتمه، خلاصه الشرح والفرق ما بين الزمانين وخاتمه ايه؟ شرح للزمانين دول ان شاء الله. يلا بينا الجرامر اكسبلانيشنز والاكزامبلز. اول فرق في الاستخدام عندنا هنا ما بين زمن البريزنت بيرفكت سيمبل المضارع التام البسيط اند ذا بريزنت بيرفكت كونتينيوس المضارع التام المستمر ان بيقول لك ذا بريزنت بيرفكت سيمبل المضارع التام البسيط اوفن غالبا شوز ذات سمثينج از فينيشد. غالبا ما بيبين وبيوضح ان في شيء انتهى. هعلق هنا على سمثينج يعني اكشن، حدث، فيرب، فعل. انتهى امتى؟ في الباست الماضي. يبقى الاكشن حصل وانتهى في الباست. It focuses on it ده اهي عايده على الايه؟ البريزنت بيرفكت المضارع التام اللي هو السمبل البسيط. بيركز على ايه؟ الريزلت اوف ذا اكشن. بيركز على اثر ونتيجه الحدث ده
في الوقت الحاضر الوقتي. طيب تعالى كده، انت عندك هنا، هطلع هنا ان البريزنت بيرفكت سمبل المضارع التام البسيط ماله؟ بيتكلم عن ايه؟ عن اكشن، والاكشن ده حدث، فعل، فيرب، حصل. الاكشن ماله؟ فينيشد. وخليني اعلق على الاي دي دي، فينيشد يعني انتهى. انتهاؤه امتى؟ ما هو اي دي يبقى انتهاؤه في الباست الماضي، يبقى حدث حصل وانتهى في الماضي. بس استخدامنا للبريزنت بيرفكت في انه يعبر عن حدث حصل وانتهى في الماضي، بيبقى في حالتين للحدث اللي حصل وانتهى في الماضي ده. ايه هما؟ ان التايم بتاع الاكشن unknown، وقت الاكشن ده غير معروف. ممكن انا ما اعرفوش، فعشان كده استخدمت ما اعرفوش وانتهى، عشان كده استخدمت زمن المضارع التام البسيط. او ممكن انا مش عايز اذكر وقت حدوث الاكشن لان الوقت بتاعه مش مهم، المهم الاكشن ذات نفسه، فبستخدم زمن بريزنت بيرفكت سمبل المضارع التام البسيط. طيب، او الحدث اللي حصل وانتهى في الباست ده، بيبقى استخدام الزمن البريزنت بيرفكت سمبل تركيز على الريزلت الخاصه بالاكشن ده، اللي هو اثر ونتيجه الاكشن، بس امتى؟ في البريزنت، الوقت الحاضر. تلخيص: البريزنت بيرفكت سيمبل استخدامنا لزمن المضارع التام البسيط، بنستخدمه علشان نتكلم عن اكشن حصل وانتهى في الباست. حالتين بقى في الحاله دي، ان الاكشن ده اللي حصل وانتهى في الباست ده، واستخدمنا الهاب والهاز، والتصريف الثالث حالتين، ان الاكشن يكون وقت حدوثه مش معروف او ما يهمنيش اللي انا اذكره، تمام، فبستخدم زمن البريزنت بيرفكت سيمبل، او ان في نتيجه واثر للحدث ده في الوقت الحاضر، وتركيزي باستخدام زمن المضارع التام، التركيز بتاعي بيكون على اثر ونتيجه الحدث ده اللي موجوده دلوقتي في الوقت الحاضر. طب الامثله توضح الموضوع ده بشكل اسهل. اول مثال: I have read a book about elephants. انا جاي اقول لك انت، انا قرات كتاب عن الفيله. ذكرت لك امتى؟ بس لو ذكرت لك امتى يبقى باست، ما انا قرات، ما ذكرت لكش امتى. طب التركيز هنا على ايه؟ على ان انا قرات. التركيز هنا على ان الاكشن ده تم في وقت مش مهم تعرفه، مش مهم اللي انا اقوله، المهم ان الاكشن ده حدث، والريزلت خلينا نقول ان النتيجه الوقت في الوقت الحاضر، ان انا عقلي ده حصل له ابجريد، تحديث، ليفل اب، ان انا بقى عندي خلفيه ومعلومات عن الاليفنتس. ما هو ده اثر قراءتي للايه؟ للكتاب ده. فتعليقنا بيقول لك هنا ايه؟ I finished the book، انا انهيت. بس انا فسرتها لك ان الوقت غير معروف، استخدمت البريزنت بيرفكت سيمبل، ان الاثر بتاعه موجود دلوقتي، انت لو سالتني عن اي حاجه بخصوص الاليفنتس اقدر اجاوبك عليه من قراءتي للايه؟ للكتاب ده. She's written، باختصار لشي هاز ريتن ان article، كتبت مقاله في مثلا في جريده، معناها شي فينيشد ذا article، هي انهت المقاله. طيب هي اتمام الاكشن هنا في البوست، شيز ريتن ان article، انت تقدر تقراها تمام، او كتجارب حياتيه وكخبرات
يعني تجربه حياتيه ان هي عملت الاكشن ده، هي كتبت مقاله تقدر تكتب مقاله تانيه وثالثه ورابعه. ما هو برضو البريزن بيرفكت بيعبر عن تجارب حياتيه، اكشن انت عملته في فتره في حياتك وانت لسه عايش وممكن يتكرر. فانا هربطها لك بكذا استخدام دلوقتي، مش بس ان الايه الموضوع مرتبط بالريزلت. لو نربطه بالريزلت بس اللي هو نتيجه اثر او نتيجه او اثر حدوث الاكشن ده، انا دلوقتي ايه شيز ريتن ان ارتكل اقدر ان انا اقراها. بس اربطها تاني ان كتابتها للارتكل المقاله ديت في وقت غير محدد في البوست، ان كتابتها للمقاله ديت كتجربه حياتيه ممكن تتكرر تاني وتالت ورابع، تكتب مقالات تانيه كاول مره مثلا ايه تكتب مقاله في جريده. تمام، بس هنا بيقول لك التركيز على الايه الريزلت، اللي انا مثلا هي كتبت ايه مقاله فانا ممكن ايه او انت تقدر تقراها. طيب البريزنت بروجريسيف اللي هو المضارع التام المستمر، البريزنت بيرفكت قصدي البريزنت بيرفكت بروجريسيف او البريزنت بيرفكت كونتينيوس المضارع التام المستمر. Often shows that an activity is unfinished. الفرق ما بين البروجريسيف الكونتينيوس المضارع التام المستمر والسمبل المضارع التام البسيط، ان هنا الاكتيفيتي والاكشن از unfinished، لسه ما انتهاش. It focuses on، طب التركيز هنا بيكون على ايه؟ A continuation of an action. A duration of the action. استمرارية الاكشن ده، فترة او الفترة اللي استمر فيها الاكشن دي، فترة حدوث الاكشن ده. تمام؟ طيب فبيقول لك هنا I've been reading a book about elephants. لما تيجي تقول لي هنا I've been reading a book about elephants، اعرف على طول ان التركيز هنا على استمرارية الاكشن، ان انا من الماضي حتى الوقت الحاضر بقرا كتاب عن الفيلة لسه ما خلصتوش. معناها اهو I'm still reading it، بدأت started reading the book in the past and I'm still reading it in the present، بدأت في الماضي ولسه مستمر حتى الوقت الحاضر. The action الحدث ده is unfinished غير منتهي. اللي بعده She's been writing an article، ده بتكتب مقالة في جريدة مثلا أو بتكتب مقالة دلوقتي لجريدة. معناها إيه؟ She's still writing it، She hasn't finished writing it، لسه مستمرة في كتابتها للمقالة دي، لسه ما خلصتش. تمام؟ يبقى الاول، وطبعا الاثنين في كونكشن ما بين الباست والبريزنت، في ربط ما بين الماضي والوقت الحاضر اللي هو المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر. الاول بيركز على نتيجه الاكشن اللي تم وانتهى في الباست، الثاني الاكشن لسه ما خلص لسه مستمر، وبيركز على ايه؟ على الديوريشن الكونتينيويشن اوف ذا اكشن، فتره الاكشن او استمراريته. تمام؟ وطبعا هنا قال لك على الخط ده اللي هو الرسم البياني اللي موجود قدامك ده، ان في باست في بريزنت اللي هو ناو وفي فيوتشر، هاف ريد تم في الباست، تايم ان انون. طب هنا باست بريزنت فيوتشر، هاف بين ريدنج معناها انت ستارتد ان ذا باست، مستمر حتى الوقت الحاضر، ممكن تكمل شويه في المستقبل. يلا بينا على اللي بعده. تاني فرق في الاستخدام هنا ما بين زمن البريزنت بيرفكت سمبل المضارع التام البسيط والبريزنت بيرفكت كونتينيوس المضارع التام المستمر، ان بيقول لك هنا وي اوفن يوز ذا بريزنت بيرفكت سمبل تو توك اباوت، بنستخدم زمن المضارع التام البسيط اللي هو هاف وهاز والباست بارتيسيبل والتصريف الثالث الفعل علشان نتكلم عن ايه؟ هاو ماتش someone هاز دون، قد ايه الشخص ده انجزه، الشخص ده عمل قد ايه من شيء. هاو ماني تايمز someone هاز دون something، كم عدد المرات اللي الشخص عمل فيها شيء. How many things someone has done، كم عدد الأشياء اللي الشخص عملها. طب على حصلك الموضوع ده على اليمين كده، إن البريزنت بيرفكت سيمبل المضارع التام البسيط
بيركز على الفوكس بتاعه على عدد مرات حدوث اكشن، بشرط ايه الشرط؟ في فترة اهو، فترة لم تنتهي بعد. الاكشن ده حصل في فترة لسه مستمرة وممكن يتكرر تاني وتالت ورابع وعاشر. يبقى بيركز هنا على ايه؟ عدد المرات. الفترة لم تنتهي زي ايه؟ this morning، evening، afternoon، week، month، year. الفترات دي كلها لم تنتهي، لانها لو انتهت هتبقى past، تمام؟ وكمان الاكشن ده يعني الفترة لم تنتهي، والاكشن ممكن يتكرر كمان، يتكرر تاني وتالت ورابع وعاشر. وممكن مرتبط بالاستخدام ده ان احنا بنستخدم present perfect simple علشان نعبر عن عدد مرات حدوث اكشن في فترة لم تنتهي، وان الاكشن ده ممكن يتكرر. ونربط كمان ده بال life experience، life experiences اللي هي التجارب الحياتية، كاستخدام من ضمن استخدامات زمن ال present perfect simple اللي احنا بنستخدم زمن المضارع التام البسيط علشان نتكلم عن التجارب الحياتية. زي مثلا اقول لك مثلا I have traveled to Europe 3 times before، أنا سافرت أوروبا 3 مرات قبل كده في حياتي، تجربة حياتية، أنا لسه عايش. ذكرت عدد المرات أهو، وممكن في المستقبل يعني اللايف اكسبيرينس والأكشنز ده أهي في الفترة اللي لسه ما انتهتش ليها قدام، يعني ليها مستقبل، تمام؟ ما دام لسه ما انتهتش ممكن أكرره، ممكن أروح مرة رابعة، أسافر مرة رابعة لأوروبا، تمام؟ طب الاكزامبلز هنا بيقول لك ايه؟ أول مثال I have read a lot about it، أنا قرأت كتير عن الفيلم ده، تمام؟ قرأت كتير عن الكتاب ده، قرأت كتير عن أيا كان اللي هو الشيء الغير العاقل ده اللي هو الإت. فهنا بيقول لك هنا أهو الـ present perfect how much someone has done، الكمية اللي الشخص عملها، فالكمية هنا ايه؟ a lot. ما تجيبليش الـ present perfect continuous مع a lot، لأن ده مش من ضمن استخداماته. دي كمية عمل شخص لشيء. How many times I have been to Africa twice؟ ما هي twice يعني إيه؟ 2 times. twice يعني مرتين. عدد تجربة حياتية ممكن أكررها كمان مرة، كمان مرتين قدام. اللي بعده how many things someone has done she's written 3 articles، كتبت 3 مقالات. الوقت اللي هي في الفترة الحالية، في الفترة الحالية من عملها في الجريدة، في الفترة الحالية اللي بدأت تكتب فيها articles. وممكن بدل ما استخدم زمن ال present perfect simple هنا، الفترة دي الاكشن ده يتكرر ما دام هي موجوده في الجريده، المكان ده اللي بتكتب فيه ارتكلز، ممكن تكتب كمان 4 و5 الى ما لا نهايه بقى، على حد ما ايه ما تتوقف خالص. بس هنا دلوقتي ما توقفتش لسه، ما دام استخدمنا هنا زمن الايه؟ البريزنت بيرفكت سمبل. طيب البريزنت بيرفكت كونتينيوس، المضارع التام المستمر. وي اوفن يوز ذا بريزنت بيرفكت بروجريسيف تو توك اباوت هاو لونج، مهمة جدا، something has been happening. الـ present perfect simple المضارع التام البسيط بيركز على عدد، المضارع التام المستمر بيركز على المدة، فترة، طول الأكشن، طول فترة حدوث الأكشن دي من الماضي حتى الوقت الحاضر. بيركز على عدد مرات حدوث الأكشن، الـ present perfect simple المضارع التام البسيط بيركز على عدد مرات حدوث الأكشن في فترة لم تنتهي. الـ present perfect continuous بيركز على طول المدة بتاعة الأكشن اللي هي الديوريشن، الكونتينيويشن.
فقال لك هنا اهو I have been reading books on elephants for 2 months. بقالي شهرين مستمر في الاكشن ده، قراءتي للكتب عن الفيل مستمر. فاستخدمت زمان البريزنت بيرفكت كونتينيوس علشان ايه؟ تركيزي هنا على استمراريه حدوث الاكشن من الماضي حتى الوقت الحاضر. وبقالي شهرين. انما لو قلت لي I have read يبقى انا قرات، اتميت. I have been reading مستمر في القراءه. تركيزي هنا على الايه؟ اللينك. فتره اللي هي طول او فتره حدوث الاكشن. Be careful، خلي بالك. We usually don't use the present perfect progressive when we mention a number of completed events. ما انا قلت لك ما بنستخدمش زمن المضارع التام المستمر مع عدد، مع a lot، مع many، مع twice. تمام؟ فبيقول لك هنا المثال بيقول لك I've read that book twice. ما هو twice مرتين معناها ممكن اقراه كمان مره. فما ينفعش تقول لي I've been reading لان هنا في عدد مرات حدوث الاكشن. تمام؟ وانت كمان بالاضافه اللي هو ممكن تكرره، يعني ممكن كمان اكرر قراءتي للكتاب ده مره ثالثه ورابعه وخمسه، انك اتميت القراءه. انما البريزنت بيرفكت كونتينيوس ها؟ انا مستمر في القراءه، مش هينفع تقول لي انا مستمر في قراءتك للكتاب ده مرتين. يعني ايه؟ يعني ايه I have been reading that book twice؟ هو twice خلاص، انا مرتين، هو twice باينه two times خلاص انتهى. تمام؟ فما ينفعش تستخدمني زمان ايه البريزنت بيرفكت كونتينيوس اللي هو مضارع تام ايه المستمر مع العدد. يلا بينا على رقم ثلاثة، الاختلاف رقم ثلاثة في الاستخدام ما بين زمن البريزنت بيرفكت سيمبل والبريزنت بيرفكت كونتينيوس. بيقول لك sometimes you can use either the present perfect or the present perfect progressive. هنا بقى اللي انت بيقول لك تقدر تستخدم الزمنين بنفس المعنى. يعني هستخدم في الفيرب ده اهو اللي هو بدا في الماضي مستمر حتى الوقت الحاضر وممكن يكمل في المستقبل، هستخدم اللي انا اعبر عنه زمن البريزنت بيرفكت سيمبل المضارع التام البسيط او البريزنت بيرفكت كونتينيوس المضارع التام المستمر بدون اي وجه اختلاف، مفيش فرق. تمام؟ وقلت لك احفظها. فيرب زي ايه؟ قال لك the meaning is basically the same، المعنى هو هو. This is especially true when we use verbs such as، وخاصة مع أفعال زي إيه؟ live، work، study، teach. ذكرناها قبل كده. live، work، study، teach. وطبعًا verb كمان كان ذكرنا لو هنعبر عن emotion زي verb feel اللي هو أهو feel. وكمان عشان نربط الماضي بالحاضر مع الverbs دي بنستخدم for or since. She has studied elephants for 2 years. درست الفيلة لمدة سنتين. أو she's been studying elephants for 2 years. أو بتدرس أو درست الإليفنتس الفيلة بقالها سنتين. معناها في الحالتين في الإنجليش اللي الاتنين بدأت في الماضي ومستمرة حتى الوقت الحاضر ممكن إيه تستمر في دراستها في المستقبل. أو in both cases في الحالتين دول she started studying elephants 2 years ago، بدأت في دراستها للفيل من سنتين، and is still studying them، ولسه لحد وقتنا هذا بتدرسهم. تمام؟ يلا بينا على اللي بعده. قدامنا هنا حاجات نقدر نستخدمها في زمن البريزنت بيرفكت سيمبل المضارع التام البسيط والبريزنت بيرفكت كونتينيوس المضارع التام المستمر زي how long. وhow long ما طول المدة الزمنية. بتجاوب عليها ب for أو since. How long تجاوب عليها for or since. طيب أنت استخدمت، مش إحنا قلنا إن الـ present perfect continuous بيركز على الـ duration of the action اللي هي فترة حدوث الأكشن، والفترة بنسأل عليها بـ how long. طب إحنا إزاي سألنا هنا بـ how long على زمن الـ present perfect؟ have وhas تصريف ثالث للفعل. ما المفروض لو انت هتسال عن طول مده زمنيه يبقى الاولى انك تسال باستخدام زمن البريزنت بيرفكت كونتينيوس، لان هو ده اللي بيركز على طول المده الزمنيه.
مش زمن البريزنت بيرفكت سيمبل. البريزنت بيرفكت سيمبل ما بيركزش على طول مده زمنيه، تمام؟ بس هنا انت عندك هنا ستيت فيرب اللي هو النون اكشن فيرب، نو ما يجيش في الكونتينيوس، فما ينفعش تسال لي بهاو لونج في البريزنت بيرفكت كونتينيوس على الفيرب نو. ما ينفعش تقول لي هاو لونج هاف يو بين نوينج جاك، اقول لك غلط، انت استخدمت هنا الفيرب نو في الكونتينيوس، وهو ستيت فيرب ما بيحطش في الكونتينيوس، ما بيجيش في الكونتينيوس، تمام؟ فعشان كده قدرنا ان احنا نستخدم هاو لونج في زمن البريزنت بيرفكت سيمبل، سالنا على ستيت فيرب، طول المده الزمنيه لستيت فيرب مش اكشن. فممكن تقول لي هنا اهو I have known Jack for 5 years. انا عارف جاك بقالي 5 سنين. طب اللي بعده How long have you been learning English؟ دي اكشن بقى. ده هنا اكشن. انت بتتعلم انجليزي بقالك قد ايه؟ Duration. استخدمت هنا How long في الـ Present Perfect Continuous. انا اتمنى انت تكون فاهم الفرق اللي الاولى State. فكان لازم تستخدم How long مع النو في الـ Present Perfect Simple. المضارع التام. تمام؟ التانية اكشن. فالهاو لونج اه ده مكانها. هاو لونج هنا طول المدة الزمنية، الاكشن بدأ في الباست مستمر حتى الوقت الحاضر ممكن يكمل في المستقبل، بريزنت بيرفكت كونتينيوس. يبقى هاو لونج هاف يو بين هاو لونج هاف يو بين ليرنينج انجلش؟ اهو اي بين ليرنينج انجلش مثلا فور كذا ييرز، سينس كذا. طيب هنا الديوريشن. الديوريشن اللي هو طول فترة حدوث اكشن، مدة حدوث الاكشن. والديوريشن فور وسنس في البريزنت بيرفكت سيمبل مضارع التام البسيط والبريزنت بيرفكت كونتينيوس، ما هو الاثنين بيجوا، ما احنا قلنا الكلمات اللي بنستخدمها في الزمنيه فور وسنس. اي هاف نون جاك اه فور 5 ييرز، ما ينفعش تقول لي اي هاف بين نون، غلط. اي هافنت سين ايميلي فور ا لونج تايم، انا ما شفتهاش بقالي فتره كبيره. شي هاز بين وركينج هير، شي هاز بين وركينج هير فور 20 ييرز، شغاله هنا بقالها 20 سنه، بدات شغل من 20 سنه فاتت ولسه مستمره حتى الوقت الحاضر. ديوريشن اهي، وال هنا ده هنا مع فور وبلس بيريود، تمام؟ طب دي الديوريشن اهي، البيريود هنا اللي هي الديوريشن فتره حدوث اكشن. طيب هنا starting point، والstarting point يبقى انا عامل هنا 4 بلس ديوريشن عشان تبسط الدنيا، وسنس بيجي بعدها starting point اللي هي النقطة الزمنية اللي هي انا قلت قبل كده طوبة. They have been married since last April. طب ما انت عارف ان سنس بيجي بعدها past، والpast هنا جملة past، والpast هنا اللي هي last. ما انت ممكن تقول لي since April من شهر ابريل، او since last April من ابريل اللي فات، عادي بنفس المعنى. دي الستارتنج بوينت. We have been living here since 1980. احنا عايشين هنا منذ 1980. وقلنا we have been living زي we have lived. I haven't talked to Anne since last Sunday. انا ما اتكلمتش مع Anne من الحد اللي فات. او ممكن تقولي since Sunday. هفهم برضو. تمام؟ يبقى since بيجي بعدها الستارتنج بوينت اللي هو النقطة الزمنية، مش طول المدة الزمنية زي فور ديوريشن، تمام؟ لا، نقطة زمنية اللي هي الطوبة، وبيجي بعدها برضو باست سيمبل زي لاست هنا أو سينس يسترداي. طيب ليتلي وريسنتلي الاتنين بيجوا في زمن البريزنت بيرفكت سيمبل والبريزنت بيرفكت كونتينيوس. أو هاف يو سين اني جود فيلمز ليتلي وريسنتلي، شفت أي أفلام كويسة مؤخرا وحديثا؟ She's been going out a lot lately recently. بتخرج وبتفسح كتير مؤخرا وحديثا. ف lately recently بتيجي في اخر السؤال وفي اخر الجمله المثبته في زمن البريزنت بيرفكت سيمبل وزمن البريزنت بيرفكت كونتينيوس. كده نكون وصلنا لنهايه شرح زمن البريزنت بيرفكت كونتينيوس. وطبعا مقارنه بزمن البريزنت بيرفكت سيمبل، ده كده نهايه البريزنت عامه. اتمنى ان اكون قدرت افيدكم، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.